مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الحدث الإخباري لهذا اليوم. في زمن القيامة لا يسعنا سوى الصلاة لقيامة لبنان من هذا الانقسام الذي يعيشه أبناؤه. العناوين كثيرة وكبيرة والتفاصيل عالقة في شيطان عدم التوافق. في زمن الرجاء، هل يمكننا الرجاء بتوافق مفقود حتى الساعة؟ وما هي الحسابات التي تجعل هذا التوافق ممكنا؟ وهل يقتصر القرار على حدود داخلية؟ وماذا عن الضباب الكثيف الذي يلف المشهد السوري؟ هل سيمنع الوصول إلى توافق لبناني؟ ومن يضبط إيقاع الخلاف الحاصل، خصوصا وأن الراعي الإقليمي والدولي اليوم منشغل في مكان آخر؟ حول هذه العناوين سنحاول طرحها مع ضيفي في استوديو، نائب رئيس المجلس النيابي السابق دولة الرئيس إليل فرزلي. بدي رحب فيك. أهلا وسهلا. دلك فصح مجيد. العادة عليك الخير والبركة وعلى كل اللبنانيين. ولفت لي نظري بكلامك استعمالك للأدبيات المسيحية بامتياز. نعم. زمن الرجاء. على الرغم من انه نحن بزمن الارثوذكسي. لا، الارثوذكسي يعني المسيحي، شو الارثوذكسي؟ ايه، بس بيمنع هذا التواصل بين الطوائف، هيك بيقولوا. لا، هو التواصل بين الطوائف، ما هيدي الاخرى نكتة اللي بيصير هلا نكتة، محاولات التمسك بالستين نكتة، عدم وجود اقتراحات بديلة نكتة، هو النكتة. تحييك من اجل ابقاء المسيحيين مستتبعين ومهمشين ومستلحقين ومستولدين بكنف الكيانات المذهبية الاخرى، هي النكتة الكبرى. بس البعض منهم اهلين هذا هو ماشي بهذا الموضوع. هذا هو النفاق الكبير. هذا نحن في زمن النفاق. بس ما في تحكي اليوم عن ساحة مسيحية موحدة، خصوصا في ظل مواقف لا تشي بهذا التوافق. موحدة بامتياز. روحي عند الرأي العام، عملي استفتاء حقيقي، اسألي، ما بدنا مرهم خارجي. اسألي وبتعرفي انه الوجدان العام المسيحي لبل الوجدان الوطني. وانا اراهن ان عند المسلمين ارادة من ان يكون هناك شراكة وطنية حقيقية، وأن يكون هناك مساواة بين الطوائف، وأن لا يستولد المسيحي، وأن لا يشعر أي طائفة بغبن وبحرمان وباستتباع وبتهميش وباستلاب أكثر من المسيحيين. لكن ما في مشكلة على صعيد الرأي العام. تكزيري. وأكبر دليل، أكبر دليل، الليبانون ستاتستكس عملت إحصاء واضح، نشرته الليبانون فايلز، روحي قريب بتلاقي أكثرية الشعب اللبناني بشكل ساحق مع الاقتراح، لأنه صادق، لأنه شفاف، يعبر وكل عن معناه هو نفاق بنفاق بنفاق. إذن وتحييك من أجل استمرارية الواقع على قاعدة الاستتباع وإلغاء الشراكة الوطنية. يعني فينا نقول أنه النفاق الحاصل اليوم منه موجود على صعيد الشريحة اللبنانية والشعب اللبناني. هذا النفاق موجود على صعيد الفرقاء السياسيين، للبعض منهم يتمسك بهذا المشروع، البعض الآخر يقف. لك شغل زيري، خليني أقول لك كلمتين لأحسم لك القصة. نعم. أنا شغلتي صيح. أنا ديك بصيح، ما فينيش طلع الفجر، اللي بيطلع الفجر آخرين. إذا كنت أم تغزني من قناة أن هناك بعض المكونات المسيحية السياسية مثل الكتائب والقوات حسب اعتقادك أم بيتهربوا حسب التحاليل، مش حسب اعتقادك الرئيس. حسب نعم. التحاليل مش مشكلة، حسب التحاليل أم بيتهربوا من التصديق على الأرثوذكسي. فأنا أقول لك، أولاً راح الأرثوذكسي على التصويت ونعرف إذا تهربوا أو لا. يعني خليه يطلع الفجر لنشوف. ثانياً الأمر الأهم. الأهم جداً. أنه أنا الذي يهمني أنه ماذا سيعلق في أذهان ووجدان الوطن العام. كل قائد سياسي ماروني سيتآمر على هذا الاقتراح وعلى هذا الوجدان، سيدفع ثمن ذلك أمام الله والتاريخ والبيئة حتى قيام الساعة. ولذلك أنا ما بيهمني إذا تصدق أو ما تصدق، صار أو ما صار، النيل مرارا وتكرارا، ولو لم يولد ولم يصبح قانون بحد ذاته وتكرارا وللمرة الألف. ما يهمنا هو الأسباب الموجبة. ألم يقف دولة الرئيس بري عندما طرحنا الاقتراح وقال بالفم الملآن إنه نتيجة وليس سبب؟ ألم يقف ويقول إنه نتيجة تواجس متراكمة وهواجس متراكمة وتجارب سابقة ومسار طائفي عام في البلد، إن هذا الاقتراح لا يقل له نحن مع أو ضد؟ يجب دراسة الأسباب الموجبة التي أدت إلى ولاده. لذلك أين الاقتراح البديل الذي يراعي الأسباب الموجبة؟ هنشوف أين هو هذا الاقتراح. هنشوف قد في إمكانية للتوصل
إلى الاستحقاق الانتخابي في التحييد بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وماذا عن المرحلة أحد أسباب أحد الأسباب لاستقالته بزمن القيام لأن اليوم؟ لأن وظيفته السياسية اصطدمت بهالعرقول، استقال بمطب اللقاء الأرثوذكسي، مشروع اللقاء الأرثوذكسي دولة الرئيس طبعاً. هي التي أدت إلى هذه الاستقالة. لا خبرك مش خليني. أشرف والإشراف لا يا أشرف، شو خص أشرف تمديد اللواء أشرف ريفي؟ بتسبي أنت هذا الكلام؟ هذه هي الأسباب المعلنة دولة الرئيس. شو انطرح قبل؟ شو انطرح قبل؟ اسمعي بك اسمعيني نعم. أخذ وقتك لحتى تشوفي الصورة كيف. أولا ما بتقدري تفهمي تصرف الرئيس ميقاتي ومن وراءه ومن ينسق معه بالسر والعلن بدون ما تفهمي الأسباب التي أتت به. وأنا أذكركم جميعا أنه في اليوم الخامس من تكليفه عندما بدأ يطرح شعار فلننتظر 14 شباط وننتظر 14 أبار، قلنا بالفم الملآن في اليوم الخامس أو السادس مزبوط. قلنا بالفم الملآن مكلف بوظيفة سياسية أرسل من قبل الأجنبي لعند حزب الله لكي يؤمنوا واقع سياسي معين، استقرار أمني على الساحة، يتم في فصل الساحة اللبنانية عن الساحة السورية أمنيا، وبالتالي بانتظار سقوط النظام السوري حتى يتم ما يجب أن يتم. هذا هو العنوان طبعا طبعا، وهذا ثبت يعني مش أنه كلام مش مني، ثبت أولا بعدين وبعد سنتين هو صرح وقال أنا متفاهم مع الغرب على علاقتي بحزبه. طيب هاي المهمة راح، وبهالأثناء كان مكلف أيضا بحماية المواقع الحريرية السياسية في النظام السياسي، وهذا ما حصل ثلاثة كان من مهماته أيضا الحقول دون تمكيل العماد ميشيل عون بالتحديد من تحقيق أي إنجازات سياسية من خلال الحكومة ترتد إيجابا على وضعيته الانتخابية مما يمكنه من استثماره في انتخابات قادمة كان يحيك لها على أن تجري فيؤتى بأكثرية تؤكد الأكثرية السابقة فيسعود استلام السلطة مجددا. مشي فيها القصة وعرقل له جبران باسيل، خلينا نعترف أنه عمل النفط وعمل الكهرباء حط الأسس تبعه وأخروه كثمرارا وتكرارا عن تنفيذ التليفونات يعني. نعم توصلوا الى انجاز بهذا توصلوا انجاز بده يروحوا له اياه ولا بدهم يقصصوه من خلال كمان المواقف المعلنه في اساس جيتو على وزراء التيار الوطني الفاضل في اساس بدهم يقصصوه لذلك هذا الموضوع وصلوا له. التحقيق كان كله انه تجري الانتخابات على اساس الستين، بس اصطدموا بعقبه الليل الستين نتيجه وجود البريق في اقتراح يؤمن المناصفة الفعلية اللي هو الاقتراح الارثوذكسي واللي حضرتك ولقوا للارتقاء الارثوذكسي عملوا وانا احد اركانه الاساسي بسموه قانون الفرز لو شو ما يسموه هذه تسميه يعني واهلا وسهلا قانون الفرز. هذا الموضوع لوين بده يودي؟ وصل لوقت لقوا انه قانون 60 مش رح يتم، فاذا الوظيفه السياسيه التي على اساسها بقي عنده مهمه إجراء الانتخابات على أساس الستين وإنتاج واقع سياسي جديد في أكثرية جديدة مقترف بشرعيته طارئ، تمت الاستقالة بظرف من الممكن أن يتم اتفاق سياسي ما بحزيران بين الروس والأمريكان على حل مشكلة بالمنطقة. فإذا خلينا نستغل ونستثمر مرحلة الشهرين للهجمة طالعة إلى أعلى درجاتها نستثمرها في الواقع السياسي الداخلي، فكانت استقالة المئاتي جزء من الهجمة على الساحات التي تشهد هجمة وأدخل لبنان السعر. واعتباره اليوم ساحة من ساحات الصراع الخاص بالأزمة بالسياسي. نعم، ولكن طب إذا بدي أعتبر أنه الوظيفة السياسية التي أتى من أجلها رئيس نجيب ميقاتي كانت مثل ما حضرتك قلت فصل الساحة اللبنانية عن الساحة السورية، إلى أي مدى يمكن القول أنه تم فصل الساحتين؟ تمت ليكي، خلينا نكون واقعيين. وين؟ في مرحلة معينة تمت ووفرتهم غطاء أساسي أنه ما سمي بسياسة النقي بالنفس كانت سياسة النقي بالذات الحكومية على حساب الذات اللبنانية لأنه لبنان كان متورط. بس مكونات الحكومة أيضا أو بعض مكونات هذه الحكومة أيضا يقال أنها متورطة، بيهمهم لأنه بيعرفوا أن وزير الخارجية والحكومة الموجودة بنفسها العام وبالارتباطات الموجودة بمعاهدات مع الدولة السورية نعم. تم مخالفتها طلعوا منها، وبالتالي بهمهم وسيقولوا ننأى بالنفس
أي ننأى عن تنفيذ ما يربطنا بسوريا بالمعاهدة، وهذا أمر تام. وبالتالي تركت الساحة اللبنانية وهي أشرف عليها المئات ومكونات أخرى متحالفة معه مفتوحة مفتوحة، بقيت الساحة اللبنانية ممرا ومقرا لعوامل عدم الاستقرار ذهابا وإيابا. هاي من ضمن الوظيفة السياسية كمان اللي كانت مطلوبة من الرئيس ميقاتي. بدليل بدليل نعم. بدليل أنه بعد حوادث طرابلس اللي بتتذكري القوية وإن شاء الله ما بتنعاد، وقفت رئيس ميقاتي قال الآن هيك وبحماس سننأى بكليتنا. طيب ليش ما نأيت بكليتك قبل؟ ليش الجيش منتشر على الحدود قبل؟ ليش كنت المشكلة الداخلية أن تتغطى من لكن قبل؟ قادر الجيش ينتشر على الحدود في ظل بداية الأحداث. في بداية الأحداث يعني هناك من دفع لعدم نشر الجيش على الحدود. لبنان ساحة من ساحات لك، ما كنا نحكي وطلع إجا هذا الأمريكاني طلع على العقار شو كانوا شو تطلعين يعملوا سياحة شو يعمل درايف باي نايت. اليوم شو المطلوب اليوم مع استقالة الرئيس نجيب ميقاتي؟ بطل في هذه الوظيفة السياسية اللي حضرتك حكيت عنها، سقطت سياسة النائب النفس. شو المطلوب من لبنان بالتحديد؟ أي نائب النفس؟ نائب ذات الحكومية. لا نلاحظوا لحد هلا نعم انه في تهيب من ان يصبح لبنان ساحة من الساحات السورية بامتياز. تهيب انه ما ناخذ لبنان الى موقع يصبح ساحة من ساحات الصراع على المفتوح. عرفتي كيف؟ في تهيب في تهيب. بس ارض الواقع ماذا يقول اليوم الواقع؟ ترجمة هذا في الامر بس بعده ضمن السقف اللي كان فيه قبل الحكومة. بعده مثل ما كانت قبل، لا بل بالعكس نشأت شكل من اشكال الانكفاء والتفرمل. كيف تفسر؟ وهذا طبعا طبعا لانه هاي بدها تستثمر لحتى تأسس للاتجاه اللي بدها تاخده الحكومة او التطور السياسي اللبناني كيف بدها تبدا. يعني في صدمة إيجابية أحدثتها هذه الاستقالة؟ لا لا ما في صدمة أم أنه بعدنا من المبكر الحديث عن هذا الأمر ولبنان أمام مفترق طرق؟ أي صدمة إما التسوية أي صدمة وأما الانفجار؟ مجيء نجيب المئات رئيس الوزراء لا يؤسس لصدمات إيجابية. حطي براسي هو رمز من الرموز التي تستعمل في وظيفة سياسية ليس إلا خدمة لمآرب غريبة تهدف إلى تحويل الساحة اللبنانية ساحة من الساحات التي تنفذ فيها المؤامرات ذهابا وإياب. ما عم تحمله أكثر ما بيحتمل لرئيس مئاتي ضغط رئيس بهذا الإطار؟ لك كلام أنا مش شو هو الرئيس التوافقي؟ هو رئيس اللي هل نحكي كلام أدبي؟ ما أنا لا خلينا كمان الرأي العام بحاجة لأن يفهم. لا مش بحاجة، لا بيعرف الرأي العام. لقلك لا هذا الكلام لو أقول لك إياه هلا كنت بتقولي والله أمن حمله، ما أنا بدي أكون منسجم مع السياق الذي أطلقته من اليوم الأول لتكليفي وحتى اليوم وضليت كرره حتى قيام الساعة. وبالتالي ما عم بحكي كلام جديد، أنا منسجم مع اليوم الأول الذي أتى وأسس فيه لهذه الساحة اللبنانية بهذه الصيغة بهذه المفاهيم واللي أنت شايفتيها هلا. وهون رح تعرف شو رح يساهم، وهون ما تسأليني أكثر، رح يساهم بتعرية كل الشخصيات وارتباطاتها الحقيقية على الساحة اللبنانية. وليه ما بدي أسأل أكثر؟ لا ما تسأليش أكثر، ما بعرفش ما بعرف. شو في أكثر من التعرية؟ تعرية كل الرموز الأساسية على الساحة اللبنانية، تعريتها بصورة واضحة كل المواقف بالنسبة لارتباطاتها وخلفياتها وأهدافها ومراميها ومغازيها كل الساحة اللبنانية. يعني أنت هلا ضد إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لحكومة عديدة؟ لا لا مش قصة ضد ولا ما بتعني لي، أنا ما بيعني لي تكليف رئيس وزراء جديد. ما الذي أنا يعني اللي بيعني لي قانون انتخابات جديد. هون بيت القصيد وجوهر الخلاف طبعاً وهو اللي بقلنا لوين رايحين. طبعا كله مرحبا يا خال، أي تكليف كلفه بده دخلي. بدي أسألك سؤال، نعم، إذا طلعتي قانون انتخاب جديد شو إلى قيمة منه رئيس الوزراء اللي بده يجي؟ ما بيجي شهر اثنين ثلاثة أربعة فطرت عملت تمديد تقني شهرين ثلاثة وفال شو إلى قيمة؟ فإذا التآمر وين؟ وين؟ التآمر إلغاء قانون الانتخاب، التمديد للمجلس وإبقاء الحالة التمديدية قائمة حتى يتم التمديد لكل شيء. تمديد المجلس أيضا من ضمن التآمر؟ طبعا. مش هو حيفرض نفسه بأمر أمر واقع حيكون؟ طب هو بوصلك لهون لحتى يفرض نفسه. طب إذا هو كان حريص كرئيس وزارة نعم